الإله المركزية في مصر القديمة. آمن المصريون أن إيزيس هي أصل الحياة، هي رمز للأم الحنون والزوجة الوفية الداعمة لزوجها، فاتخذوها رمزاً دينياً يحتذى به في كافة نواحي الحياة. يعني المرأة المصرية من زمان قوي ما كانتش ست والسلام، كانت أقوى الآلهة، كانت زوجة الملك زي نيفرتيتي، كانت الملكة اللي حكمت زي حتشبسوت، كانت أم الفرعون زي الملكة تي. هي ننت، يعني المرأة القوية. رغم إن ده تاريخنا اللي مليان بنماذج كتير قوي للمرأة القوية، إلا إننا كبرنا وإحنا مقتنعين إننا كستات وبنات عمرنا ما نقدر نبقى بقوة الراجل. والقوة اللي بتكلم عليها هنا مش القوة الجسدية قد ما هي القوة النفسية، إنما الحقيقة إن القوة اللي جواها مفيش راجل يقدر ينافسها فيها. وعلى الأدرينالين، على يعني إحساس مختلف بصراحة. ظروف قاسية وأزمات كتير بتعدي بينا، بس الشاطر والقوي هو اللي يتحدى ويواجه ويغير الظروف. اسمي شيماء، سني 37 سنة، دبلوم تجارة. لما جوزي تعب نزلت أقف معاه في الورشة، أشتغل معاه وأسنده وأساعده. أنا ما كنتش بحب الشغل، والله بجد أنا ما كنت بحب الشغل، بس نزلت عشان هو ما يحتاجش حد. ناس كتير قوي بتبص لي بصات وحشة جدا، اللي هو اقعدي في البيت، اقعدي في البيت بجد. بس أنا يعني ما بعرفش أرد عليهم، بسيب شغلي هو اللي يرد عليهم. انا اكتر حاجه شدتني بجد والله ان انا حبيتها، انا حبيت الشغلانه جدا، انا حبيت وقوفي على الديسك. ما فيش حاجه اسمها شغلانه رجاله وشغلانه ستات، مش مقتنعه بيها خالص الكلمه دي. الناس كانت بجد بتحارب اي واحده ست تشتغل، وانا كنت مصممه ان انا انزل عشان خاطر برضو اقف مع جوزي. فبالنسبه لي دي كانت اكبر تحدي، ان انا اقف وما اسمعش للناس. جوزي ده اكتر واحد واقف في ظهري بصراحه، يعني هو اللي علمها لي من الالف للياء. وحبيت الشغل عشان خاطره، يعني عشان انا بحبه، فقلت ايه لازم اقف في ظهره، محدش يضايقه، ما اجيبش صنايعي يرخم عليه. الصنايعيه كلها بيستغلوا الفرص، فوقفت انا بدل الصنايعي. يعني اكتر حاجه بتقابلني بقى لما بطلع للزباين وانا رايح اركب، يا نهار ابيض، بصي لي بصت ايه، انت جايه تعملي ايه؟ فدي حاجه بتضايقني قوي، نظره اللي انت طالعه تركبي شغل. قدرت تكون السند والظهر وتشيل مسؤوليات كتير وتعدي الصعب. لما تشوف ست جامده كده و100 راجل وتلاقيها شايله كل اللي حواليها،
أعرف إن الظروف خلقت منها الراجل الافتراضي، بس جوا نفسها بتقول أنا ست مش مسترجلة، أنا راضية وسعيدة ومستحملة. أنا اسمي بوسي سعد، شغالة مهنة الحدادة من وأنا طفلة، عندي 7 سنين، معايا 4 أولاد. طبعاً مهنة الحدادة بتاعتي دي أباً عن جدي، يعني الشغلة دي إن أنا كنت بلبس القميص والبنطلون والكاب والكوتش زي الولد بالظبط، واجي أقف على العدة، أقف أشتغل، أمسك المرزبة بدق. طبعاً والدي كان أكترية الأوقات تعبان في البيت، أنا اللي كنت باجي أقف أشتغل. طبعاً لما أنا اتجوزت ورجعت وقعدت في البيت ورجعت نزلت شغلي، طبعاً كان الناس مستغربة إن طبعاً بوسي كانت تقف القميص والبنطلون وتقف تشتغل مش عارف إيه، إنها اتجوزت خلاص بقت ست بيت، المفروض إن هي ما تنزلش الشارع، ما تنزلش تشتغل. كان المفروض إن أنا أنزل شغلي، أنزل أشتغل طبعاً عشان لقمة العيش وعشان إن أنا أقف في ظهر والدي، أشجع والدي إن هو إن أنا جنبه، إن أنا سنده هو. في ناس على فكرة بتعترض كتير إن يقول لك ممكن الست إن هي ما تقفش تشتغل أو هي ما تشتغلش، مش لازم تشتغل مهنة الراجل، لا لازم الناس تعرف كلها إن الست تشتغل أي شغلانة وعادي يعني، وبتبقى واقفة عادي وبتبقى شغالة عادي، مش أي حد. الصعوبات اللي هي واجهتني إن أنا يعني أقف قدام النار أشتغل، طبعاً الشتاء من متبهدل في الشارع، وقفة الشارع في الحر برضو طبعاً بنقف نتبهدل، بتتبهدل من كلام الناس بقى، اللي يقول لك ربنا يعينك ويقويك على اللي انت فيه، واللي يقول لك يا عم يقلي موقفها ما تروح تقعد في بيتها جنب عيالها. طبعا لازم الواحد ينزل يجيب لقمه عيشه. اللي خلاني اكمل ان انا بحب شغله الحداده ان انا ما اقدرش استغنى عنها، وعشان لقمه العيش، عشان انا معايا 4 أولاد بصرف عليهم، معايا والدتي ومعايا بنت اخويا، انا كان معايا اختي انا متجوزاها السنه اللي فاتت، معايا بنت اخويا يتيمه طبعا، هي مسؤوله مني، والدتي برضو مسؤوله مني، واقفه ان انا ورايا ديون بسدها، لازم اقف عشان اكل ولادي واشرب ولادي. الانتقادات كانت بتخليك محبط في البدايه، الناس طبعا في التعامل معايا كان استغراب ان ازاي بنت شغاله حداده وواقفه اسطى في سوق الحدادين. في رجاله ما بتجيش تيام الشغل عندنا عشان انا، ان انا بيقولوني واحده ست، يعني بيقولوا له انت اللي تعمل الشغل. عندي اولويه لاولادي طبعا، بعد كده شغلي بصراحه. في الشغل حاجه وبيتي حاجه، مسؤوليتي مع اولادي، مسؤوليتي ان انا ست بيت، ان انا مراعيه اولادي زي اي ام كبيت وعيله، يعني طه وحبيبه، والله انا بهتم بيهم على قد ما بقدر، يعني ما قصرتش قبل ما اشتغل او بعد ما اشتغل. يعني اقول لاي بنت عندها افكار او عندها حاجات ديفرنت عن المعتاد، انت ما دام امنه بنفسك وحاسه انك الحاجه اللي هتعمليها ديت انك واثقه فيها وحاسه انك هتنجحي فيها، ادخلي فيها وما يهمكيش كلام اي حد. انا اشجع اي ست ان هي عايزه تجيب الجنيه بعرق جبينها، تقف وسط 100 راجل تبقى هي زيها زيهم بالظبط. لو واحده داخل اي شغل شاق او مش شاق، اقول لها ايه؟ التركيز، ركزي تتعلمي. الحاجه الثانيه ما تسمعيش للناس، الناس بيأخروا. أفكره بماما وبحبها. الست اللي عرفت تبقى قوية واللي حولت الفشل في حياتها لتجربة نجاح وتحدي، تحدي للظروف، تحدي لنظرة المجتمع، انكسرت بس قامت. فعلاً ورا كل ست عظيمة إرادة قوية علشان تكون هي السند والوتد والظهر وتكون نند. فالمرأة المصرية كانت ولا زال حالة فريدة تحمل طباعا خاصة، وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة، فذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان تخالطه قوة إرادة وإصرار، جعلت منها أيقونة متفردة في مسيرة العمل الوطني والإنساني.
الزوجة الوفية الداعمة لزوجها، فاتخذوها رمزا دينيا يحتذى به في كافة نواحي الحياة. مش أحسن حاجة، في أحسن. طب ما دي هي قالتها كده، ثواني دي وتلاقيها شايلة كل اللي حواليها. وتلاقيها شايلة كل اللي حواليها. أيوة بالظبط. يعني أقول وتلاقيها شايلة كل اللي حواليها وكمل؟ آه ماشي. Let's go!